محور هذه الجلسة القصيرة العمر الطويلة الأثر بإذن الله عز وجل هو التجديد والتقصيد في الفقه وأصول الفقه ومقاصد الشريعة. يتناوب على هذه المحاور خيرة من الأساتذة الباحثين الذين يتناولون هذا الموضوع من زواياه. سيدي حميد مسرار وهو أستاذ التعليم العالي في جامعة محمد الأول بوجدة له إصدارات كثيرة منها نظرية الحق وتطبيقاتها في إحكام الأسرة، الاختلاف الفقهي، إتحاف المهرة بالقيم الأسرية النضرة، يعني هذه المتزوجين ياك؟ إذن هذه بشرى لكم لمن يريد الزواج فعنده كتاب تصل به بعد المحاضرة إن شاء الله. مقالات في مجلة محكمة، شارك في ندوات عديدة في السعودية والجزائر والمغرب، يعني بارك الله فيه، كان من أول الحاضرين وهو اليوم يعني الحمد لله يعني جمع بين الأولية وبين الآخرية في هذه الندوة وفي هذا اللقاء، ونسأل الله أن يبارك له في جهوده. فليتفضل مشكورا مباركا في مداخلة بعنوان التجديد في المقاصد وموقعه من تجديد الفقه الإسلامي. التجديد في المقاصد وموقعه في تجديد الفقه الإسلامي، فتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بداية أشكر إخوة المنظمين على اختيارهم لهذا الموضوع، هو موضوع كما تعلمون في غاية الأهمية، كما أشكر الحاضرين على صبرهم وعلى إظهار اهتمامهم بهذه العلوم الشرعية. موضوع هذه المداخلة التجديد في المقاصد وموقعه من تجديد الفقه الإسلامي. ما أحوج العقل المسلم إلى مراجعة النظر في عدد من العلوم قصد تجديدها وتطوير مناهجها لتستجيب لحاجاتها الإنسانية، ولعل أبرزها في مجال الدراسات الإسلامية علم المقاصد الذي اشتد عضده بكثرة الكتابات ووفرة المطارحات، فأصبح علما لا يستغني عنه أحد من فرسان الشريعة وروادها. وعليه فقد تحدث كثير من الدارسين عن تجديده، فاختلفت حينئذ مداخل التجديد من متبن لمدخل الكلية إلى مدخل الأخلاق إلى التفعيل وغيره. وإذا كانت كل هذه الاجتهادات تدخل في باب تطوير علم المقاصد ليكون فاعلا في الواقع ومعينا للفقهاء على فهم النص الشرعي وتنزيله، فالإشكال الذي نود الإجابة عنه من خلال هذا البحث موقع تجديد المقاصد من تجديد الفقه الإسلامي، ليكون الهدف والمغزى من وراء ذلك بيان الارتباط والانفصال بينهما، بل بيان ما يمكن أن يكون سبيلا لتطوير الفقه الإسلامي في عصر أصبحت الحاجة ماسة إلى تطويره مع تجدد الوقائع والمستجدات. وعليه فإشكالية البحث تكون على هذا النحو: هل تجديد المقاصد هو تجديد للفقه؟ ما هي المشاريع؟ هذه الإشكالية تضم أسئلة فرعية عديدة. ما مشاريع تجديد المقاصد؟ ما مدى حضور أولويات النظر المقاصد في مشاريع التجديد المقاصد؟ ما الأقرب للتنزيل، خاصة إذا علمنا أن تشغيل المقاصد في الواقع يجعل يتم بربطها بالفقه والأصول؟
ما مدى التلازم والتنافر بين هذه المشاريع وبين مشاريع تجديد الفقه؟ لمناقشة هذا البحث أيها الإخوة قسمته لمباحث ثلاثة. المبحث الأول عرضت فيه للمفاهيم والمصطلحات، والثاني ذكرت فيه بعض مشاريع تجديد المقاصد وبعض مشاريع تجديد الفقه، أما الثالث فبينت فيه موقع تجديد المقاصد من أنموذجين اثنين لتجديد الفقه، وهما تقنين الفقه والاستعانة بالعلوم الاجتماعية في فهم الواقع. أما المبحث الأول فخلصت فيه إلى أن تجديد الفقه يقصد به إعادة نظارته وبهائه وإحياء من درس منه من معالمه، والعمل على نشره بين الناس، كما يشمل كذلك التصدي للمستجدات التي تظهر في كل عصر لبيان الحكم الصحيح لهذه المستجدات. أما تجديد المقاصد فهو إحياء من درس منها والنظر في تقسيماتها واستحضارها أثناء الفهم والتنزيل وتشغيلها في الواقع، مما يجعل أمرها أمراً متاحاً. أما المبحث الثاني فقد عرضت فيه كما قلت أيها الإخوة بعض مشاريع تجديد المقاصد والفقه، لنقف عند المستوى التكاملي أو الاختلاف بينهما، بل نتمكن من معرفة خدمة الأول للثاني. وعليه عرضت لثلاثة مشاريع لتجديد المقاصد ثم لأنموذجين لتجديد الفقه. أما المشروع الأول وهو مشروع للأستاذ طه، مشروع تخليق المقاصد للأستاذ طه عبد الرحمن، هذا المشروع أيها الإخوة يقوم على النظر التأسيسي لكلية الخلق ضمن الكليات الضرورية الخمس التي اتفق العلماء الأصوليون عليها، وذلك لضعف الاعتبار المعرفي الأخلاقي في سلم الضروريات الخمس كما أصلها الأصوليون. يقول: علم المقاصد هو علم أخلاقي موضوعه الصلاح الإنساني. ولذلك يقول بأن التعريف الذي يوفي بحقيقة علم المقاصد هو علم الصلاح الإنساني، إذ يجيب هذا العلم على السؤال التالي، وهو: كيف يكون الإنسان صالحا، أو كيف يأتي الإنسان عملا صالحا؟ فعلم المقاصد وفق هذا التحليل هو علم أخلاقي موضوعه الصلاح الإنساني، ويتكون من نظريات ثلاثة مختلفة لكنها متداخلة ومتكاملة، هي الفعل والنية والقيمة، وهي نظرية في الأفعال ونظرية في النيات ونظرية في القيم، على أن القيم أصل للنيات. ومن ثم جاء بمقدمات نظرية اعترض فيها على تقسيم المصالح الضرورية إلى خمسة، كونه مخلا بشرط تمام الحصر وبشرط التباين وشرط التخصيص، وأعطى تقسيما جديدا حيث قسم عموما المقاصد إلى قيم حيوية وقيم عقلية وقيم روحية. ثم المشروع الثاني هو مشروع المقاصد العليا الحاكمة للأستاذ طه جابر العلواني، هذا المشروع أيها الإخوة يقوم على إعادة صياغة مصادر الفكر الإسلامي في أصول ثلاثة، وهي الوحي والعقل والكون. المشروع الثالث هو مشروع تفعيل المقاصد، هذا المشروع تحدث فيه جمع من الباحثين من بينهم الأستاذ عبد المجيد النجار، الشيخ بن بية، أستاذ حسان شهيد، نعم كثير من، وتحدثوا عن هذا المشروع. المشروع الثاني نظر لضيق الوقت سأجيز ذلك إجازة. مشروع تجديد الفقه تحدثت عن أنموذجين، هما
تقنين الفقه ثم الاستعانة بالعلوم الاجتماعية في فهم الواقع. ثم انتقلت في المبحث الثالث للحديث عن موقع هذا التجديد المقاصدي من تجديد الفقه الإسلامي، واكتفيت بالحديث عن هذه المشاريع الثلاثة لأبين موقعها من هذين الأنموذجين، هما تقنين الفقه والاستعانة بالعلوم الاجتماعية. والذي خلصت إليه بأن تقنين الفقه كما يتبين أو تبين لي أن له مقاصد جليلة من إقامة العدل ورعي المصالح والوحدة في زمن الاختلاف، إلا أن أغلب المحاولات التجديدية التي ذكرناها قد لا يظهر أثرها في هذه المحاولة. وبتعبير آخر، فلا يمكن للقوانين أن تضمن أخلاق الناس أثناء التنزيل، كما أن القيم الحاكمة لا يمكن أن تتجاوز مرحلة الصياغة. أما التشغيل فإن القوانين الجامدة في بعض الأحيان وإن كانت ملزمة، إلا أن تقادمها قد يعطل فقه المصالح المتجدد، ليبقى الانفصام واضحا بين تلك المحاولات وبين محاولات التقنين. أما النوع الثاني من تجديد الفقه وهو الاستعانة، فقد تظهر الاستفادة من علم الاجتهاد من علم الاجتماعي من خلال مناهجه العلمية كمنهج الاستقراء والتتبع والاقتفاء، ومن خلال السنن الكونية التي هي آليات منهجية يستفيد منها الأصولي. ولذلك اتضح لي أن تجديد الفقه والمقاصد يحتاج للاستعانة بالعلوم الاجتماعية حتما. ولذلك من بين التوصيات التي أوصي بها هو ضرورة ربط المحاولات التجديدية المقاصدية بالمحاولات الفقهية لنكشف عن مدى التلازم والارتباط وعن واقعية هذه المحاولات. والحمد لله رب العالمين.